ده أنا كنت نقيب في سلاح المشاة قوات الخاصة ساقة، وكان في 2 عسكريين معايا في فريق نادي الزمالك، كابتن الله يرحمه حمادة أمام كان مقدم، وكان في مخابرات مجموعة 13، وكان الكابتن عفت الله يرحمه، وكان في الكلية الفنية. الصدف كان عندي مباراة يوم 1 أكتوبر، الحرب كانت 1 رمضان، حرب لو كلنا فاكرين كانت 10 رمضان، فكنا بنلعب في الدوري العام مع نادي الطيران وكسبنا 6-1. المباراة دي كنت أنا بلعبها، بعد ما خلصنا المباراة كنا بنلعب في استاد القاهرة، طلعت ما كانش فيه بقى الموبايل والحاجات دي، طلعنا لقينا 3 عربيات مستنيان، أنا كابتن حمادة أمام وكابتن عفت، فالسؤال الوحيد إن يحصل الكلام ده يبقى ده في حرب، فأنا رحت جاري على حمادة أمام وبيركب عربيته الله يرحمه، كابتن حمادة إيه؟ قال لي لا 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 ده مشروع تعبوي. وطبعا من عظمة الحرب دي إن لا الموساد ولا المخابرات الأمريكية ولا المخابرات الروسية قدرت تحدد ساعة الصفر بالنسبة للحرب، ودي كانت هي أول علامات النصر في هذه حرب الكرامة، أنا مسميها حرب الكرامة، كانت المفاجأة. ونجح سيادة الرئيس والزعيم السادات في إحكام خطة الخداع، أنه خلى في الجرائد بعثة حج فيها ضباط صاعقة من جميع أنواع الفروع ونزلت صورهم، برضو أن في دورات بره في أمريكا وفي دول عربية يعني ضباط طلع فيها، فكان دي من خطة الخداع الكبيرة اللي اتعملت. فطبعا ده كان آخر يوم ليا في الكورة لمدة سنة، لأني طبعا اتحركنا، كان يوم 1 رمضان، طبعا عبال ما رحت لقيت أنا كنت في كتيبة ساقة، المجموعة كلها بالكامل بتشد العزال بتاعها ورايحين على أساس مشروع تعبوي. يعني إيه مشروع تعبوي؟ مشروع يعني في حرب بس تدريب بس، واخدين واجبات بتاعتنا اللي احنا هننفذها في الحرب. بتذكر كل الشهداء اللي قدموا دمائهم لمصر، وانا برفع لهم القبعة والتحية العسكرية ولأهليهم، لان هو ده كان ثمن النصر، الدم اللي اسيل على سينا وعلى رمل سينا.